ومش هقول لكم ان الفريق عمل ماتش جامد جدا وعمل كذا، لا طبعا دي الحقيقه، ما ينفعش اقول غير الحقيقه هنا في قناه النادي الاهلي. اه بنقول الحقيقه دايما، حتى لو كنا بنيجي على فريقنا شويه علشان يفهموا قد ايه ان احنا الناس نفسها تشوفهم بيكسبوا، الناس ازاي نفسها تشوفهم بيكسبوا خلال الفترات اللي جايه. فريق النادي الاهلي عنده بعض الاخطاء الدفاعيه كانت واضحه جدا في هذه المباراه، زي ما الكابتن شريف عبد المنعم في تحليله للمباراه قال الفريق كان بيلعب بمنتهى الهدوء، تحس ان الدنيا هاديه، طبعا ده عوامل الحراره والطقس وكذا والرطوبه وقله الاكسجين، كل ده صح مظبوط والاجهاد وكذا وكذا، ولكن انت بتلعب باسم النادي الاهلي، انت بتلعب بفنله النادي الاهلي، يجب ان تكون هناك. لو عندك انت اي حد في الدنيا عنده رئتين، انت ممكن يبقى عندك اربعه عشان تلعب في النادي الاهلي، طبعا كمثال يعني وليست شيء اخر. وبالتالي لعيبه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي يجب ان تكون هي الغالبه في اي وقت بتلعبه، حتى لو مغلوب 1-0 وفاضل 5 دقائق، لازم تلعب لغايه اخر دقيقه ولازم تجتهد لغايه اخر دقيقه، لان هو ده شخصيه او هي دي شخصيه النادي الاهلي. كابتن وائل جمعه النجم الكبير نجم النادي الاهلي السابق في تحليله امبارح لمباراه النادي الاهلي، ويعني انا اتكلمت معاه بشكل شخصي، قال لي يعني انا حاسس ان احنا النادي الاهلي فقد شخصيته في هذه المباراه، فقد شخصيته في هذه المباراه، ولكن انا متاكد وعارف كويس جدا ان الفتره القادمه اللعيبه دي هتقدر تستعيد شخصيه النادي الاهلي. مباراه ب3 نقاط خسرها النادي الاهلي، ولكن من وجهه نظري ومن وجهه نظر الناس كتيره جدا ان المباراه دي هتطلع المارد اللي جوه كل لعيب، هتطلع حسين الشحات هيشوف، هنشوف هيعمل ايه، هتطلع اللي جوه ياسر ابراهيم، هتطلع اللي جوه ايمن اشرف، هتطلع اللي جوه هاني اكتر واكتر، هتطلع اللي جوه محمد الشناوي اكتر واكتر. نفس الكلام بالنسبه لعلي معلول ورمضان صبحي اللي كان في هذه المباراه، كانت رجله تقيله جدا جدا في هذه المباراه، هتطلع اللي جوه اجاييه مره ثانيه، ان شاء الله عوده وليد ازارو خلال الفترات القادمه، وعوده مروان محسن، وعوده احمد فتحي، وعوده وليد سليمان، كل اللاعبين دي او كل اللعيبه دي هتفرق كتير جدا جدا مع المدير الفني، لان لما يبقى عندك 1 و2 و3 و4 في كل مركز هتقدر تختار من بين هذه المراكز. عشان كده انا بقول لحضراتكم من فضلكم ما تقلقوش، من فضلكم ما تقلقوش من الحاجتين اللي انا اتكلمت فيهم، ما تقلقوش، لان كل حاجه بتتقال في وقتها وليها ظروفها، ده بالنسبه لقرارات مجلس الاداره. اما بالنسبه لفريق كره القدم فما تقلقوش برضو، وعايز حضراتكم خلال الفترة اللي جاية أو خلال الكام يوم اللي جايين دول قبل مباراة الإنتاج، قد إيه إن إحنا بندعم هذا الفريق، تبينوا قد إيه إن إحنا بندعم هذا الفريق، قد إيه إن إحنا عارفين إن أنتوا كنتوا وحشين في هذه المباراة، ولكن